وجعفر يعني إسلامه تأخر من علي شوية. علي قيل هو أول من أسلم من الصبيان، وخديجة أول من أسلمت من النساء، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، لكن جعفر أسلم بعد 25 من الصحابة. ويعني كان من أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كانوا بشابه شديد جعفر ابن أبي طالب وأبو سفيان، الحارث ابن عبد المطلب، أها وتاني منه و لا ما العباس، ها لا ها الحسن بن علي، الحسن بن علي، ذل كانوا من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن النساء فاطمة رضي الله عنها، حتى قالوا إن مشيتها على الأرض مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايوه في، لكن ديل قالوا اقرب الناس شبها، يعني فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم شبه، لكن الاقرب شبها ديل الثلاثة ديل، ديل شبههم مقارب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واستشهد جعفر يوم مؤتة، وقيل جرح يوم مؤتة 90 جرحا كلها على صدره، ما في جرحة واحدة وراه، وقطعت يداه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يطير بجناحين في الجنة، عشان كده سمي بجعفر شنو؟ الطيار.